ما هو قانون الانتخابات الجديد؟ يسمى قانون الانتخابات الجديد النسبية باللوائح غير المكتملة المفتوحة مع صوت تفضيلي وعتبة تمثيل تساوي الحاصل الانتخابي. الترشح إفرادي، إلا أنه يتوجب على المرشحين أن ينتظموا في لوائح قبل 40 يوماً كحد أقصى من موعد الانتخابات. يتم الترشح وفقاً للدوائر 15، وتتوزع المقاعد جغرافياً وطائفياً تماماً كنظام 60، باستثناء نقل مقعد الأقليات إلى بيروت الأولى واستحداث دائرة صغيرة جديدة في المنية الضنية. وتتوزع الدوائر الانتخابية كالتالي: 8 دوائر انتخابية بدون دوائر صغرى، 7 دوائر انتخابية مع دوائر صغرى. كيف يكون شكل اللائحة؟ مفتوحة من دون ترتيب للأسماء، مكتملة أو غير مكتملة، شرط أن تضم في الحد الأدنى مرشح عن كل قضاء 40% من مقاعد الدائرة الكبرى، أي بما لا يقل عن 3 مقاعد. لها اسم ولون. يمنع على المرشح أو اللائحة قبول مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية أو عن شخص غير لبناني. يقسم الإنفاق إلى قسمين: قسم ثابت وهو 150 مليون ليرة لبنانية لكل مرشح، 5000 ليرة عن كل ناخب مسجل في الدائرة الكبرى. يقترع الناخب باستخدام هويته أو جواز سفره الصالح. يصوت الناخب مرتين في آن معا، إذ يختار اللائحة التي يؤيدها على البطاقة المطبوعة سلفا والتي يحصل عليها داخل مركز الاقتراع. يختار الناخب عبر الصوت التفضيلي مرشحه المفضل من اللائحة التي اختارها، على أن يكون من دائرته الصغرى وبغض النظر عن طائفته. في حال اقترع الناخب للائحة ولم يدلي بصوت تفضيلي، تحتسب فقط اللائحة. في حال اقترع الناخب بأكثر من صوت تفضيلي ضمن اللائحة، تحتسب فقط اللائحة. في حال اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي لمرشح دائرة صغرى غير دائرته، تحتسب فقط اللائحة. في حال اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى، تحتسب فقط اللائحة. في حال لم يقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي، تحتسب اللائحة ويحتسب الصوت التفضيلي معاً. يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي، والحاصل الانتخابي يساوي عدد المقترعين في الدائرة الكبرى على عدد المقاعد. يتم استبعاد اللوائح مع أصواتها التي لم تصل إلى العتبة والتي تخولها حصد مقعد واحد على الأقل. يعاد احتساب الحاصل الانتخابي من جديد. توزع المقاعد على اللوائح المؤهلة وفق التالي: عدد أصوات اللائحة على الحاصل الانتخابي الجديد. توزع المقاعد بحسب نتائج القسمة بالاعتماد على العدد الصحيح والإبقاء على الكسر للمرحلة الثانية، بحيث يتم توزيع المقاعد المتبقية بحسب الكسر الأعلى. يتم تعداد الأصوات التفضيلية للمرشحين في اللوائح. بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الأعلى إلى الأدنى بحسب النسبة المئوية التي نالها كل مرشح من الأصوات التفضيلية، وتحتسب النسبة وفق التالي: النسبة تساوي عدد الأصوات التفضيلية للمرشح على مجموع الأصوات التفضيلية لكل مرشح الدائرة الصغرى أو الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى للائحة المتأهلة. في توزيع المقاعد على اللوائح المتأهلة، يجب الأخذ بأمرين: عدد المقاعد لكل لائحة، توزع المقاعد طائفياً. وهكذا تبدأ اللوائح بحصد مقاعدها، على أن يهمل اسم المرشح لمقعد في الدائرة الصغرى تم اختيار نوابه، وأن يتوقف التوزيع في لائحة استكملت حصتها من المقاعد.